الكنافة اللي بالمانجا. الكنافة اللي بالمانجا علشان نعملها عايزين كنافة بالمانجا، عايزين نص كيلو كنافة تقريبا، وعايزين نص كوباية زبدة وهنحطها على النار دلوقتي نسيحها، عايزين حبتين مانجا كبار وكريم شانتيه وجيلي مانجا او اناناس علشان بس كده ندهن الوش، وشوية شربات وفستق حلبي للتقديم. طيب هناخد دلوقتي الزبدة اللي عندنا وهنسيحها، علشان خاطر نفرك فيها الكنافة اللي عندنا. ادي الكنافة اهي، نجيب بس بولة اكبر شوية علشان نقدر نفرك فيها اهي، ونجيب الجلافز ونبتدي نفرك. طبعا انا بحب كمان اضيف للكنافة يعني معلقتين كبار من السكر البودرة، كتير بتفرق في بتوحد اللون كده وبتخلي فيه قرمشة حلوة، فيعني بحطه كده معاها معلقتين كبار من السكر البودرة. طيب الكريم شانتيه اللي عندنا انا بجيبه بعمله ازاي علشان تبقوا عارفين، انا كل كوباية من او كل مغلف من الكريمة البودرة بحط لها كوباية من الكريمة، ما بستعملش اللبن، بستعمل كريمة دايما، فبيبقى دايما الكريم شانتيه بتاعي كده دسم ولذيذ. فانا دول كريمة محطوط لها يعني دول كوبايتين كريمة مخفوقين صراحة مع 3 باكيتات من الكريمة البودرة، 3 مش 2 حطيت لها خلاص، علشان عايزاها تتماسك كده وتبقى حلوة. والكريمة لازم تكون حيواني، ما تكونش كريمة نباتي، يعني الكريمة اللي مرسوم عليها الحلويات لأنها بتفرق كتير في نسبة الدسم. لو كريمة الطبخ مش هتتخفق معاكم، كريمة الحلويات نسبة الدسم فيها عالية دايما بتبقى أكتر من 33% أو 33% وطالع، فهي دي اللي ممكن تتخفق معانا. تمام، عشان خاطر محدش يقول أنا اشتريت كريمة وخفقتها وما تخفقتش. طيب هناخد دلوقتي الكنافة بتاعتنا، هندهن الصينية اللي عندنا بشوية زبدة برضو أو سمنة قبل ما نحط فيها الكنافة، لازم ندهن الصينية عشان احنا عايزين نعمل اللي هنعمله ده دلوقتي، هنعمله في ديسكين، يعني انا عايزة 2 ديسك مش واحد. تمام تمام كده الكنافة عندي كلها اختلطت مع الزبدة، ممكن تستعملوا سمنة طبعا، بس انا يعني حسيت الزبدة في الوصفة لان كريمة ومانجا أليق عليها الزبدة. طيب هناخد بقى الصينية بتاعتنا اللي مدهونة، طيب خلاص هنضغطها كويس قوي وهناخدها نحطها في الفرن، هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تتحمر، وده بيكون شكلها بعد ما بتتحمر اهي. هناخد دلوقتي الكنافة اللي عندنا، خليني بس اشيل الجلافز دول، وهنعمل ايه؟ هنسقيها لا لازم ننظف، هنسقيها بالشربات، بس مش هنسقيها بالشربات زي ما احنا متعودين، يعني يمكن تلت العيار اللي احنا متعودين عليه للشربات هو اللي هنحطه على الكنافة بتاعتنا، مش كتير ابدا يعني. اوكي، وبعدين نبتدي بقى نحط طبعا وهي سخنة والشربات بارد. خلاص هنبتدي بقى دلوقتي اهي، عملنا ديسكين، هناخد الكريمة اللي عملناها زي ما قلتلكم، كوبايتين كريمة، حطت لهم ايه؟ حطت لهم 3 مغلفات كريمة باودر، وهنبتدي نحط كده الكنافة بتاعتنا داير الميدور، الكريمة قصدي داير الميدور الكنافة، نعملها بس كده عشان لو بانت من الاطراف يبقى باين شكلها حلو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نجيب المانجا ونقطع المانجا لقطع صغيرة علشان خاطر نحطها في الحشوة، وبعدين هنعوز قطع تانية اكبر شوية علشان نحطها على الوش. تمام كده، هقشر انا بقى دلوقتي المانجا اللي عندنا. دلوقتي انا قطعت المانجا وحطيتها هنا بالشكل ده اهي، هناخد بقى دلوقتي الديسك بتاع الكنافة اللي عندنا
وهنحطه فوق كده بالشكل ده، نزين بيها كده الاطراف.